السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في قناتكم مايو أوسمان. في هذا الفيديو سنتحدث عما يلي بالأدلة: هل سيتمكن كانتا كوزانوس من خطف عثمان؟ وما قصة الصليب المقدس؟ وهل المغول سيقضون على السلطان علاء الدين؟ وبالصور السلطان أسليهان تسيطر على مدينة ينشهير، وهل السيدة بينكي تكتشف دخول ألوف القاتل أخيها إلى قلعة مارماراجيك، وبيندر يقوم بلعبة للقضاء على فريق، وغيرها من الأمور. وقبل كل شيء صلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وهيا بنا لنبدأ. هل سيتمكن كانتا كوزانوس من خطف عثمان؟ وما قصة الصليب المقدس؟ تحدثنا بشكل منفصل عن مسألة إنقاذ الشيخ أدب علي وبالا، وتحدثنا عن وجود أكسيمو هو الشخص المقنع، وبقية نقاط تتعلق بما يحصل مع عثمان بعد أن يقوم السلطان علاء الدين بحبسه. فالسلطان قد أمرت كانتا كوزانوس وألوف بأن يقوما بقضاء على عثمان قبل المحكمة، وفعلا دخلوا إلى المكان والقلعة وكان معهم صناديق. وفي مقطعنا الماضي وضعنا احتمالية أن يقوم كانتا كوزانوس بأخذ عثمان ثم في الخارج يقضي عليه، ويبدو أن كانتا كوزانوس سينجح وسيأخذ عثمان. ولكن كانتا كوزانوس لا يريد القضاء على عثمان حاليا، لأنه يريد شيئا ثمينا عند عثمان. فيبدو أننا عدنا إلى تلك الخشبة المقدسة التي رتب عليها الكثير ثم نسيها المسلسل سابقا، أو ربما هي شيء جديد لم يتطرق له المسلسل من قبل. فكان الوزير السلطان المغولي يتحدث مع كانتا كوزانوس أن هذا الشيء مهم جدا ما زال موجودا عند عثمان، ولهذا سيكون هدف كانتا كوزانوس هو أخذ عثمان حيا، وذلك لمحاولة أخذ هذه الأمانة من عثمان. وسيكون هدف المسلسل في هذا الأمر هو تطويل مسألة السلطان أسليهان والسلطان علاء الدين قليلا. عموما عثمان لن يعطيهم هذه الأمانة، وستكون هناك مناوشات حولها قد تطول قليلا، وستنتهي هذه المناوشات بالقضاء على كانتا كوزانوس أو أولوف. وصراحة إذا كانت هذه الأمانة هي الخشبة التي ظهرت سابقا، فسيكون هذا الأمر ممل جدا وبشكل كبير. فهي قد قام عليها الجزء الثالث من مؤسس عثمان، وقتل من أجلها العديد من الأشخاص، ثم انتهت وكأن شيئا لم يحصل. ولكن لن نتسرع بالأحداث وسننتظر ما يأتي به المسلسل. ومن جهة أخرى تذهب السلطانة أسميهان إلى مدينة شهير، وستقوم في هذا الوقت بالسيطرة عليها. فقد ظهرت في الإعلان في مكان عثمان في المدينة، وكانت خلفها رايات الدولة السلاجقة، وهذا يعني سيطرته على هذا المكان، وكذلك انشغال عثمان بأمور أخرى، وأنه لم يقم بعد بالسيطرة على السلطان علاء الدين ولا قلعة مارماراجيك. فعثمان بعد أن ينتهي من مسألة كانتا كوزانوس سيعود إلى مسألة السلطان أسميهان والسلطان علاء الدين، وقلنا هناك أكثر من صندوق مع كانتا كوزانوس، فربما سيكون سجين ثاني مع عثمان سيأخذونه معهم. ولكن هل سيقوم المغول بمهاجمة المناطق؟ وهل سيقضون على السلطان علاء الدين؟ الأمر وارد، لأن الوزير السلطان خان غازان قد قرر القضاء على السلاجقة والأتراك، وبهذا سيكون هناك فرصة لأن تطول مسألة السلطان أسميهان بشكل أكبر قليلا. وهناك بعض الخلاف حول غازان لعلنا نتحدث عنه لاحقا. وأما بخصوص بينغي زوج الأكتام، فقد تحدثنا عن معارضتها للسلطان أسميهان، وقلنا قد يكون هذا الأمر بسبب ما فعلته السلطان أسميهان مع أديب علي. وجاءتنا تعليقات تقول أنها قد تكون قد رأت أولوف عندما دخل مع فريق، فهي قد دققت فيهم عندما دخلوا متنكرين، وقد تقوم بمراقبتهم بعدها. ولو عدنا للوراء قليلا، فإن أولوف هو من قام بالقضاء على أخيها، فهل المسلسل سيقوم بإصلاح دور زوج أوكتام؟ غالبا نعم، المسلسل يريد أن يصلح دور السيد أوكتام أيضا، وتحدثنا عن هذا الأمر في مقطعنا الماضي. وربما تدفع السيدة بينغي ثمن مخالفتها للسلطان أسميهان، لأن السلطان قد تقوم بمعاقبتها أو تقوم بتهديدها فتضطر للسكوت. وعموما دور السيدة بينغي قوي كثيرا، وقد يتمسك المسلسل بها ويجعلها في صف عثمان. نعود إلى مسألة فريك، فقد أمرتها السلطان أسميهان بأن تقوم بمهمة، ثم رأيناها تذهب إلى بيندر. هل هذه مهمتها أم لها مهمة أخرى ستقوم بها؟ صراحة الأمر غير واضح، ولكن مسألة فريك قد طالت عن حدها كثيرا، ومن المفترض أنها قد انتهت. فهل ستنتهي في الحلقة القادمة؟ ما رأيكم؟ خصوصا أنهم سيجدون علاج للمرض وسيتم علاج كونور، فهل كونور هو من سيقضي على فريق؟ وأتوقع أن يقوم المسلسل بتحسين دور بيندر قليلا، وإذا أراد تغيير دوره بشكل كامل فإنه سيكون له دور في القضاء على فريق.
فقد كانت نظرته توحي بأمور، وذلك حينما قامت فريك بتهديده فقد يقوم بخطة ضدها، وخصوصا لأن فريك طلبت منه الذهب للسلطانة أسمهال، فهل سيتغير؟ بيندر، ما رأيكم؟ ومن جهة أخرى رجال عثمان بقوا في خارج القلعة وقد يقومون بأفعال مساعدة عثمان، خصوصا أنهم قالوا لعثمان سنحارب منفردين ونعود إلى مسألة إنقاذ الشيخ أديب علي وبالا، فقد وضعنا عدة احتمالات لما يحصل معهم، فهل ينقذهم الأسياد أم عثمان أم بشكل آخر؟ فشاركونا رأيكم. ونذكر بأنه قد تكون في يد بالا شيء مثل السكين، وسننتظر ونرى. ونعود إلى مسألة السلطان مسعود، فإليكم الصور كشف الذي سينقذ السلطان مسعود. فالسلطان مسعود كان بين الأشجار في الإعلان، وكان رجال السلاجقة يريدون إنهاء حياته بالخنق، وبكل تأكيد لن يحصل شيء للسلطان مسعود. فلو ركزنا في المشاهد الإعلان فإن المنقذ سيكون أورهان، فقد ظهر ومعه بعض الرجال وهم يطلقون الأسهم على رجال السلاجقة، والمكان بعد التدقيق هو نفس المكان كما نرى، فلهذا سيتم إنقاذ السلطان مسعود عبر أورهان. وأما عن موعد عرض الحلقة 112 سعرض يوم الأربعاء على الساعة 6:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وعلى الساعة 7:30 بتوقيت مصر، وعلى الساعة 8:30 بتوقيت السعودية، وتنزل غير مترجمة على موقع ATV، ويتم ترجمته على موقع نور بلاي على الساعة 10:30 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، وبتوقيت السعودية 12:00. وأما عن موعد عرض المسلسل على قناة الفجر الجزائرية على النيسات تعرض على الساعة 8:30 بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، تعرض على 9:30 بتوقيت مصر، على الساعة 10:30 بتوقيت السعودية. هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، لا تنسوا عمل لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وأراكم في مقطع جديد. السلام عليكم.